النهارده عند مادي كانت مفاجاه جامده جدا. انا اصلا ما قلتلهمش، انا دخلت المكان ولقيت طرط، فسالت عم زين فؤاد الشاعر طبعا العظيم، قلت له هو عيد ميلاد في حد عيد ميلاده النهارده يعني؟ فقال لي اه في واحد صاحبي وهيجي. ففضلت واقف مستني شويه، لقيتهم اتلموا ومرصين وبيصوروا. بس بصراحه كانت مفاجاه جدا، واجمل مفاجاه فيها ان انا قابلت احمد جمال زياد النهارده. انت مبسوط ان عيد ميلادك اتعمل هنا في وسط البلد؟ اه طبعا طبعا، وسط كل الناس الجميله دي طبعا. ومبسوط ان عيد ميلادك اتعمل بعد ما طلعت من الحبس؟ دي كانت اكتر حاجه اصلا قلقاني جدا، انا كنت قلقان ما نخرجش قبلها، بس الحمد لله طلعت واحتفلت بيه وسط اصحابي واخواتي.